ليفربول وارني سلوت بيعرفوا من اين تؤكل الكتف. حطني رقم واحد في الهجاصين. اهلا بك يا وجيه في حلقه جديده من اول التحليل، وحلقه النهارده هنتكلم عن ليفربول وبرينتفورد. ارني سلوت في تاني مبارياته، المباراه الاولى كانت ضد ابسويتش تاون في ابسويتش تاون، النهارده بيلعب برينتفورد في اول مباراه في الانفيلد، باجواء الانفيلد، بزخم الجمهور، باداء اللاعبين، بكل الكلام ده. اول مره ارني سلوت يعيش الاجواء دي. ارني سلوت بدا المباراه بنفس تشكيل الماتش اللي فات بالظبط، بس التغييره الوحيده هي نزل كوناتي من بدايه الماتش وقعد كونسا، ودي كانت واضحه من الماتش اللي فات، لان الماتش اللي فات هو لما خرج كونسا بين الشوطين وسالوه بعد الماتش ايه سبب التغيير، كان اصابه او كان ايه، قال لهم لا خالص، التغيير كان سبب تكتيكي بحت بسبب ان كونسا كان بيخسر ثنائيات كتير، فانا ما كنتش عايز ان احنا نخسر ثنائيات كتير في الثلث الدفاعي، فقررت ان انا اخرج كونسا وانزل بداله كوناتي. النهارده بدا من البدايه بكوناتي، ما جربش تاني، ما حاولش ان هو يخاطر تاني، لا انا هبدا بكوناتي وهبدا بالسيف سايد بتاعي. تمام، بدا بكوناتي وبدا بنفس التشكيل العادي جدا، جرافنبرش 6 جنبه، ماكاليستر قدامه، مسوبسلاي وصلاح ولويس دياز وجوتا كمهاجم. وجوتا بالمناسبه مهاجم مميز، مهاجم هو ارني سلوت هو بيلعب بالطريقه دي، هو مش عايز المهاجم التسعه التارجت مان اللي يلعب عليه عرضيات وكل الكلام ده، لا هو عايز المهاجم النمره 9 ونص، اللي هو المهاجم اللي بينزل تحت شويه، اللي يفتح مساحات للاطراف، اللي يفتح مساحات للوينجات سواء لصلاح او للويس دياز او حتى لسوبوسلاي لما بيجي من ورا، او ماكاليستر شفناه في كذا مره. ولكن ارني سلوت وانا شايف ان هو بيتضحى بيه بسبب بخل الاداره بتاعت ليفربول بصراحه، لان عنده كام لاعب في نص الملعب محتاج له يغيرهم. اول لاعب هو طبعا جريفنبرخ. جريفنبرخ في نص الملعب نمره 6. انا بقول لك ان ليفربول لما يواجه فريق منظم على مستوى الضغط، فريق بيضغط ضغط عالي بشراسه كبيره جدا، امثال بقى مثلا سيتي، ارسنال، توتنهام، نيوكاسل، استون فيلا، الفرق اللي هتقرفك على مستوى الضغط العالي دي فرق بكل تاكيد هتقرفك على مستوى الضغط بسبب جريفنبرخ، او حتى في التشامبيونز ليج لما تلعب تبدا للتشامبيونز ليج، لان جريفنبرخ في نمره 6 لا هو لاعب سيء، هو لاعب مش افضل لاعب، هو بيخسر ثنائيات كتير جدا، بيخسر صراعات كتير جدا جدا جدا، شفنا النهارده وشفنا ماتش النهارده والماتش اللي فات ان جريفنبرخ بيخسر ثنائيات وبيخسر الكوره في مناطق ما ينفعش يخسر فيها الكوره بشكل ساذج جدا. هو ممكن يساعدك على الخروج بالكوره، او اللي انت تطلع عليه بالكوره يبتدي يستلم ويوزع اللعب، سواء يسلم سوبوسلاي او يسلم ماكاليستر او يسلم محمد صلاح، ولكن ان انت عايز جرافنبرخ يعمل ادوار النمره 6 اللي هو يقطع الكرات ويسلم ويستلم وكل الكلام ده، لا مش بتاع جرافنبرخ. وماتش في الثاني في الثالث هيتكشف بشكل كبير، ودي اول تضحيه بارن سلوت من قبل الاداره، اللي هو يا باشا رقع شويه بقى جريفنبرخ، شويه ماكاليستر، شويه اندو، شويه الليله الزرقاء اللي احنا داخلين عليها دي. ده واحد. اتنين، روبرتسون مش عارف يعمل ادوار اللاعب او تالت الدفاع ورابع الدفاع، ده مش عارف يعمله، ان هو في مستوى الكوره او الكوره وهي معانا في وقت الحيازه بتلاقي ارنولد دخل لقلب الملعب علشان يسق ماكاليستر مع سوبسلاي ولقدام عشان يبتدوا يتحركوا في انصاف المساحات ويخلي محمد صلاح ولويس دياز يبتدوا يفتحوا الملعب نوعا ما ناحيه الاطراف، علشان بتلاقي ارنولد دخل جوه الملعب جنب جريفنبرخ وتحولت لثلاثه ورا، كوناتي وفان دايك وروبرتسون. روبرتسون كمدافع ثالث دي مش بتاعته، وانا عذره بصراحه ان روبرتسون ما بيعملش الحركه دي او ما بيعملش الطريقه دي مش منطقته. دايما عارفين روبرتسون هو الباك ليفت الران اللي بيجري كتير، اللي بيعمل شكل كويس جدا في الهجوم، اللي في الهجوم سواء على الاوفرات او على الاهداف او على التمريرات هو كويس جدا، ولكن تثبته كتالت لورا ده مش كويس. هو ولا تيمبر ولا كالافيوري مع ارسنال مثلا، ولا مثلا جفارديول مع جوارديولا في سيتي، هو مش دول، هو الباك ليفت الكلاسيكي ده روبرتسون. فانت كده عندك مشكلتين، مشكله اللي انت عندك لاعب نمره 6 مش موجود ومش عارف يفيدك، ولا اندو ولا جريفنبرغ الاثنين مش عارف يفيدوك تماما في المنطقه دي. والمشكله الثانيه هي الباك ليفت، انت محتاج باك ليفت مدافع اشول، انت مش محتاج باك ليفت، انت محتاج مدافع اشول، مدافع اشول يعرف يلعب باك ليفت بشكل كويس ويعرف يلعب مدافع ثالث بشكل كويس لما الكره تبقى وقت الحيازه معاك، ده اللي انت محتاجه. اهو اثنين، محتاج كمان وينج ليفت. هتقول لي النهارده ده لويس دياز عمل جون واسيست يا معلم، وجاب جون وعمل اسيست وبتاع وكان شكله كويس، هو ماتش هيديك كده
تقول ايه ده، ده انا عندي وينج ليفت، وماتش تاني هتلعن كولومبيا باللي جابهم. لان لويس دياز هو ماتش يعمل لك ماتش كويس، وماتش تاني لا. بكل تاكيد ليفربول بدا المباراه في اول ربع ساعه كان شكل كويس على مستوى الضغط وعلى مستوى خروج بالكره وعلى مستوى كل شيء، وقدرت تسجل هدف. ولكن بعد الهدف انا شفت ان ليفربول هد الريتم تماما، بطئ اللعب تماما، كان شكله وحش تماما، كنت ممكن يتخطف في كل يعني في اي لحظه، لحد تقريبا من بعد الجون لحد الدقيقه 60 او الدقيقه 65 ليفربول كل ده هو 1-0 ومهدي الريتم ومبطئ الريتم والدنيا بايظه تماما معاه. فانت بالتالي كنت محتاج ان انت تعلي التيمبو، تضغط ضغط عالي بشراسه على برينتفورد، تحاول تخنق برينتفورد في نص ملعبه. ولكن ده راجع برضو لبعض اللاعبين اللي في نص الملعب مش عارفه تفيدك، زي جريفن. انا جريفن بيرخ عامل لي مشكله بجد، عامل لي مشكله، محتاج لاعب اخر مكان جريفن بيرخ. مش هقدر اكمل مع جريفن بيرخ كده. ممكن راي تاني من ناس تانية تقول لك جريفن بيرخ كان شكله كويس وشكله مميز وشكله افضل، لكن انا مش هقدر استحمل اللاعب نمره 6 بتاعي بيخسر ثنائيات او بيخسر الكره في مناطق ما ينفعش يخسر فيها الكره، او بيعمل فاولات ساذجه وبيلبس انذارات ساذجه. ده مش هقدر استحمله بلاعب نمره 6 طول الموسم. انت في ماتش ابسويتش تاون انت الشوط الاول اتكلت، الشوط الثاني قدرت تواكب نوعا ما. النهارده ضد برينتفورد انت متسيد المباراه وانت اللي بتعلي الريتم وتهدي الريتم، ولكن انا ما عجبنيش مستوى الفريق بعد الجون. انت بعد الجون هديت الريتم قوي، وكنت ممكن تتخطف جون في اي وقت. ولو خطفت جون ضد فرانك بكل تاكيد بكل تاكيد كنت هتعاني، لان خلاص بعد ما سجل التعادل هيرجع في نص ملعبه، هيقفل الدنيا، هيقفل الملعب ويحاول يخطفك بمرتده. ولكن فكره اللي انت بعد الجون هديت الريتم بالشكل الساذج دون انا مش راضي عنه، مش راضي عنه تماما. انا بقى عايز ليفربول بتاع يورجن كلوب، يورجن كلوب الفريق اللي لما بيجيب جون بيجز اكتر وبيدافع وبيدافع عن الجون اكتر، وبيحاول يلعب ضغط عالي وبشراسه، وبيكسب الكوره او بيستخلص الكوره في مناطق متقدمه في نص ملعب الخصم وكل الكلام ده. ولكن انت بعد الجون انت رجعت خطوتين لورا، مش هقول لك بتقابل ميديم بلوك من نص ملعبك، لا، انت بتحاول ما بتضغطش ضغط عالي، ما بتضغطش ضغط عالي، وفي نفس الوقت انت مش سايب الدنيا لبرينتفورد. ارن سلوت لازم يصحح اخطائه. انت عندك اخطاء، عندك اخطاء، عندك اخطاء على مستوى الضغط، ضغط ضغط عالي بشراسه، عندك اخطاء على مستوى خروج بالكوره، واي نعم في وقت من الاوقات في الماتش كنت بتطلع بالكوره بشكل كويس، ولكن عندك مشكله في الطلوع بالكوره، عندك مشكله في اللعب نمره 6، عندك مشكله في الباك ليفت، عندك مشاكل كتيره جدا 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 جدا. ليفربول بالشكل ده ما اقدرش اقول لك اللي هو ينافس على اللقب، ما اقدرش تماما اقول لك اللي هو ينافس على اللقب، لان بالشكل اللي انا شايفه ده ليفربول مش هينافس. لما يقابل فرق التوب 6 ولما يقابل فرق صعبه في البريمير ليج بالتاكيد مش هيقدر ينافس، وكمان شامبيونز ليج والليله دي كلها، فانت عندك مشاكل، وبخل اداره ليفربول هتسبب مشاكل اكتر لارن سلوت، وهتوجه انتقادات كبيره لارن سلوت. اللي انت يا معلم انت عندك مشاكل وما كلمتش الاداره وما دخلتش في الاداره مع نقاش عشان انت عايز لعيبه، انت كده جاي مهمش قاعد بتقول انا تمام وجميل والدنيا. انا لسه ما شفتش المؤتمر اللي بعد الماتش، ولكن انا متوقع الكلام اللي قال انا تمام ومعايا لعيبه مميزه ومعايا فريق مميز ومعايا الدنيا جميله والدنيا ماشيه والدنيا لذيذه. لا يا معلم، الدنيا مش لذيذه، الدنيا مش ماشيه، عندك مشاكل، عندك مشاكل كتير هتواجهك اكتر في الموسم. انت اول ماتشين في الموسم والمشاكل دي كلها باينه، سواء على مستوى خساره الصراعات او خساره الثنائيات او الطلوع بالكوره او مشاكل دفاعيه او كل الكلام ده. النهارده في اخر يعني قبل ما تجيب الجون الثاني وقبل محمد صلاح ينهي لك المباراه كنت ممكن تلبس جون، كنت ممكن تلبس جون بالكره اللي شالها اليسون بشكل مميز جدا، كنت ممكن تلبس جون بضربه جزاء ساذجه جدا من روبرتسون لولا الاوفسايد اللي كان على مبويمو، فكنت ممكن تخرج من الماتش بدل ما كسبان متعادل. بس انا اللي عجبني في ليفربول في ظل المشاكل الكتيره دي وفي ظل السلبيات الكتيره دي هو انت عندك ايجابيات، انت ما عندكش سلبيات بس، اللي عندك ايجابيات، اجاباتك اللي انت تقدر تكسب المباريات وتقدر تعدي مباريات. ماتش ابسويتش تاون عرفت تكسب المباراه ومن اين تؤكل الكتف في ماتش ابسويتش، والنهارده برده كذلك. عجبني ليفربول اللي هو عامل زي ارسنال كده، انا هلعب على القد وهلعب المباراه على القد واقدر اكسب في الاخر حتى لو مستواي وحش، ولكن انا برده عندي مشاكل زي ما ارسنال عنده مشاكل ليفربول عنده مشاكل. في الاول وفي الاخر مبروك لكل جمهور ليفربول، مبروك لينا الفوز و6 بونت 2-0 في 2-0 شكل كويس، فوز مميز. ولكن ليفربول لازم في اخر اسبوع دون لازم 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 يجيب صفقات، لاعب نمره 6 على الاقل، يجيب لاعب نمره 6 على الاقل،
تجيب لاعب نمرة 6. فلو في الاخر زي ما بنقول دايما هو راي شخص واحد، هو راي انا في مباراه ارسنال وبرنتفورد. قول رايك انت في الكومنتس، وقول توقعاتك، هل ليفربول لو ما جابش صفقات ودخل الموسم وسوق الانتقالات انتهى وليفربول ما جابش ولا صفقه، هل يقدر ينافس على اللقب ولا لا؟ قول رايك في الكومنتس. ولو حلقه عجبتك تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان حلقات تجي لك اول ما تنزل على طول. وكان معاكم مصطفى بيحييكم من القهوه وسلام.